هتعامل مع بنتي ازاي؟ هي كي جي 1 ورافضه المذاكره خالص ومش راضيه تعمل الهومورك ولا اي حاجه. ده كومنت كده جالي من احد اولياء الامور، فقلت بس ايه عشان الناس كلها تستفاد. طبعا طبعا البلاد اللي بره السن بتاع كي جي 1 ده بيلعب بس، ولكن من خلال اللعب والكلام ده كله بيعلموه. هنا اولياء الامور في مصر عندنا فاهمين ان موضوع المذاكره اللي هو لا اقعد وذاكر واكتب والكلام ده كله، لا، ما هو الطفل كده هيتخنق لان سنهم اصلا سن لعب. فاحنا ايه علشان نعلمهم لازم نعلمهم من خلال اللعب. طبعا هتكلم عن الانجليش، في حاجات كده بتبقى حروف متفرغه، اوكي، ممكن الطفل يجيبها يعني يهديها للطفل ويحاول على قد ما يقدر ان هو يمشي مثلا على اللاتر كده، وان هو يلونه وتشجعيه وايه اللون الحلو ده، وتعالى يلا نشوف الساوند بتاع اللتر ده. يعني مثلا ساوند اوف ذس لتر از اه اه اه، وتقعدي تعملي معاه حركات وتحببيه في الموضوع. طبعا هتلاقوا حاجات كتير قوي في نمبرز وفي الكلام ده كله. اوكي بصوا، يعني الحاجات الالوان دي تبداي اللي هو تحطها له كده، ويلا تشوز ذا ساوند اوف مثلا كده، اللي هو يحاول على قد ما يقدر ان هو يلعب، يعني لعبيه لعبيه. مثلا عايزه تعلميه ازاي يعد، هاتي وانتي بتعملي مثلا فاصوليا ولا بتعملي حاجه ان هو يعد معاكي، انت كده بتعلميه بس من خلال ان هو يلعب. اوكي مثلا تجيبي له كاردز زي دي، حاجات كده، وتبداي تلعبي معاه اللي هو مثلا يلا. ممكن تنمي كمان الذكاء عنده اللي هو look at this picture مثلا 2 minutes، يقعد يتفرج عليها دقيقتين كده، وفي الاخر تخبيها تقولي له what is the thing or what is the animal which is on this picture، اللي كانت حاجة اللي موجودة على الصورة دي، ويبدأ يفكر كده. العبي معاه، خليكي طفلة مع ابنك علشان يحب المذاكرة ويحس ان انت بتدعميه مش بتكرهيه في الموضوع او مش بتجبريه. يعني اي طفل في الدنيا لما بتعملي حاجة اللي هو بتحسيه ان هو مجبر عليها بيتخنق. موضوع اللي هو يكره المذاكرة او يكره الهومورك اصلا كده، هي في مشكلة ان هو مش عايز اصلا يعمل ده. احنا عايزين نلعب معاه، نحاول نحسسه ان هو بيعمل حاجه كبيره، حاجه مفيده، الكلام ده كله. زي ما قلت لكم فكره الفلاش كاردز، فكره ان هو يقعد يعد حاجات حيه قدامه كده. مثلا يلا نلعب لعبه، يلا tell me what is what are the things in your bag، قول لي ايه الحاجات اللي موجوده في شنطتك، ويبدا يطلع الحاجه ويلمسها ويعرف دي ايه، ويعني الكلام ده كله. لكن ان هو اقعد اعمل هوم ورك كده وزعيق وضرب والكلام ده كله، لا، السن ده مش عايز كده. العبوا مع اطفالكم وحببوهم في الموضوع، لان الطفل لازم يحب الموضوع في الاول لان المناهج بتتقل. فاوكي يعني حاولوا على قد ما تقدروا كده تلعبوا مع الاولاد. اوكي باي.